والله شوف، قضية الاختلاط أنا أعتقد أن التيارات، أغلب التيارات يعني التيارات الإسلامية والتيارات المحافظة اللي لها صبغة محافظة طبعا بالتأكيد أنها ضد الاختلاط. بعد إذا ما اجتمعوا في موضوع الاختلاط متى يجتمعون؟ فأنا أعتقد أن قضية الاختلاط، وخلني أكون واضح معك صراحة، قضية الاختلاط تمثل قضية مهمة جدا، خصوصا لنواب الرابعة والخامسة تحديدا. نواب الرابعة والخامسة هذه قضية ممكن تسقطهم في الانتخابات، هذه قضية تسقط في الانتخابات، أي تقاعس عنها يسقط. بالذات أنا أقول لك على المجلس بشكل عام في تفاعل وغيره. يعني بس سؤالي، أنت تقول بالذات في الرابعة والخامسة، نواب الرابعة والخامسة قضية الاختلاط تسقطهم، بس ما يسقطهم العلاج بالخارج، ما يسقطهم، لا ما يسقطهم، لا ما يسقطهم علاج بالخارج، ما سقطه، لا ما يسقط، رفع الدعومات، لا ما يسقط رفع الدعومات. رفع الدعومات هذه ممكن لها حسبة أخرى. شلون حسبة أخرى؟ لأنها تمس المواطن شخصيا وتمس جيب المواطن.